خلينا نتابع سوا الرادار، ثروات الرادار إلي سليمان. مع احترامي لكل الناس، بس انا بعتقد اتفقت انا وياك قبل الهوا انه اذا فات هيدا الانسان انا متطرفل. ليه؟ بتعرف انت كثير منيح. اذا في احترام، في احترام لضيوفكم عمر معروف. يا بشيل الميكرو وبفل، يا هو بفل، وحده من اثنين. ظبطوها شباب. رح تضبط اثنيناتكم ورح نضحك ونتسلى لانه الرادار مهضوم. انسحب دقني. في شيء عن رامي اليوم؟ ضرب. انسحب دقني يا رامي. لا رامي. اثبت انه بيستاهل الميركس تبع الميركس. لا بس انا لا بعرف عقليتك، انا مش هيك عرفتك عم تمزح. بس حدا قال لي كنت شايفها على الغنم حبيبي. اوعى الفولار يروح الشارع. فظيع. الشارع شارع الشيخ. هيدي شارع الشيخ. بازر شو ها؟ اتفقنا اليوم مش بازر. هيدي يا طيب. قلت له تفقد الشعر، قال لي شعر بالشيخ. يلا شعنا شعنا اليوم بسرعة. يلا يلا يلا. كان عم بيحكي رامي، كنت عم تحكي عن الشعارات والمكتبة. رح نتذكروا الفيديو سوا، بركي في ناس. الله يخرب بيتك ان شاء الله. تنشوفه. اسم الله بسطة كثير قوية، بسطة الشعر. يا حرام. طوله بسرعة. طوله بسرعة. طوله بسرعة. يلا خلينا نشوفه. بديات من الي وقت عرض لك اياهم ولا صراحة؟ لا بعتوا لي اللينكس. معه حق بكل شيء، ما في اهضم منه يعني. بالعكس عم يحكي الحقيقه الزلمه. شو بضحك على بعضنا؟ لا مش مين ما كان بيلقطهم يعني. كمان لا كمان شخص مره على قنينه مي، قنينه مي ورا بالباك جراوند كمان مع الاتيكيت تبعه. طيب بنتابع اول وحده جاهزه. يلا شوف. لحظه شفت، لو انا عم منتج، مع احترامي للي منتج، ما كانوا كلهم قطعوا هول، بس ما كان معي وقت منتج. سنه وخمسة اشهر صورت، بدي سنه وخمسة اشهر بعرف انا منتج. اخذت كرافات. اوكي صار شغله لذيذه كمان معك، كنت لابس كرافات كمان ممثل ثاني بقى. الكرافات نفس الكرافات صارت معي. كيف في غيرها هالكرافات ولا رحتوا على المسلسل بس الكرافات؟ لا خبرنا يعني عندكم بيتين، اثنين لوكيشن، واحده بجنوب واحده بشمال، بس عندكم كرافات واحده. ايه لانه بسنه 1939 ايوه كان في ديزاينر واحد بلبنان. نعم. فلابد ما غلط له بكرافتين مثل بعضهم يعني. خلينا نشوفه للبطل. هو بيتر يمكن. هو لا انا. هاي لك كرافات. تفضل. ايه اكيد. ولا اليوم بس نايف قال لي اني سموك عايز تقابلني. هيدي هي. اوكي. هلا رح نشوف، رح نشوفك لابسها، بس ما بعرف مين اعطيها لمين، هلا رح نشوف فيديو. رفك حتى بالفيديو. قريت عن توتو؟ احي. مش هي بذاتها بلا غير ربطه. هيدي اقصر. واو. يا الله. لانه اخر حلقه رح نقطع حالنا، رح نلطف شوي نفجر. ايه رح نقطع حالنا. بيير بدي اقول لكم انه بيير اكثر شخص بروفيشنال ببخعة التسليم، يعني وقت حدا يكون عم بيسلم على الثاني والثاني ما يعبروا. بيير البطل حبيب طلع الثاني، لانه بتعرف ما كثير عرفت هلا بعد ما سلمت. انا بحكم هلا بس روح له. بيير كان استاذ فيها، واكيد انا قاطع بالفيديو. رح نشوف هالكومبايليشن. يلا حبيب. لا ايوه ليكو شو استاذ. مساء
حبيت اني سليمان تعرفت على خيه برا ماريو هو هرب حرام كان على باله بس هرب بس ماريو كثير مرتب كيف في اثنين غير نفس العائلة رح كفي على السريع رح نبقى مع بخعة صغيرة لألبرت حومي كتير لذيذ نشوفها بسرعة على كفي بالهيدا جوجل أسيستنت اليوم صارت موجودة على آيفون يعني ما عاد عندكم بس سيري صار في عندكم جوجل أسيستنت فيكم تكونوا عم تستخدموه هني شو اسمه؟ جوجل أسيستنت منيح يا بخعة شرير مهضومين وقاحه التيفيات وصلت كثير لمرحله متقدمه كثير صاروا مستعدين يعملوا شو ما كان ويستقبلوا مين ما كان وياخذوا حكي من مين ما كان بس ياخذوا سكوب يعملوا سكوب يعني ايه بشعه هذه بشعه صارت خلينا نروح نشوف تداني من زحلي وراح ينتقل بعدين على طرابلس عن المندس مندس مندس يعني عاد مطلعينه مندس الزلمة هو طبعا مهندس بس نسيوا يحطوا القش اكيد مع كل احترامه يعني الها مش القش القش بالعربي اجلهم لك كان في هلا خلصت كان في ريبورتاج عن الزراعه نعم بدهم يحكوا مع وزير الزراعه وكل شيء بقى كان قرروا التام يكون كله زراعه حتى اللي حضر الريبورتاج بيشجع الزراعه اكيد يعني يعني من مشجعين الزراعه طبعا خير خلص الفيديو انتاج بلبنان هو مفخر الانتاج انه هذا الشخص معالي الوزير غازي زعيتر وزير الزراعه ما بعرف شو كان زحله تحرسوا على طول رح نشوف اكيد معالي الوزير هلا كل سلام السوق اليوم هو للاضاءه اعطي عليه وللفت نظر المهتمين اوكي هذا معالي الوزير بنوجه له تحيه واو تعرف بيير هلا كثير عم بيصير خطف وما خطف وخبار وبس يخطفوا حدا بيطلبوا فديه بتعرف مين عجقوا العالم كيف بدنا ندبر المصاري للفديه هلا وكيف بدنا نجيب هالمبلغ وما بعرف شو رانيا عيسى كانت عم تخبرنا كمان يعني ما بعرف كيف قادرين ندبر هذا المبلغ اذا لا سمح الله انخطف لنا حدا خلينا نروح نشوف على 100 دفعه هون بانه تندفع الفديه ب 3 ايام واذا ما اندفعت خلال 3 ايام بيدوبلوا السعر لليوم تمكن القراصنه من الحصول على 100 دفعه من الضحايا 100 دفعه بمجموع وصل ل 26.90 دولار امريكي ل 26.90 دولار امريكي 100 دفعه 26 وقال له بيدوبلوا بيصير عليك تقريبا 53 دولار يعني انت بتقول له مش عيسى راني عشقه سوري 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 تخيل مثلا بتقول له انه بشرفك ما معي فراطه بتصير عرفت تاخذ تعطي انت وياه تاخذ كوينز خيي تاخذ المهم رح نروح عند عبده الحلو اوه عبده الحلو ربح اكيد نكته الاسبوع نكته الموسم البطل عبده الحلو البطل رح نشوف هيدي النكته هلا انت يمكن ما كنت خلقتي او كنت كثير صغيره كنت بس بوقتها قالوا ايار صار 30 مش 31 لان شالوا منه 17 ايار بتضحك مش هيك؟ قد ما مهضومين كمان بالبرنامج عبده وزميلته بيسمحوا لحالهم يمزحوا مع السياسيه اوه انه هن بيست فريندز لانه بتعرف اصحابهم من هوليوود وكذا وبتعرف يعني اذا صاحبك سياسي من هون عادي صفا فينا نحكي خلينا نشوف ويلا خلونا نروح على ستي ما هيك؟ مش هيك؟ عم تخططوا لنا؟ مش هيك عم تراقبوها؟ او كيف؟ اي وحده منهم عم تزبطوها؟ مش هيك شرمك مش هيك او كيف يعني بيك احسن من بيي واو واو نكتي يا زلمه كانت لذيذه سبحان الله كيف بيقدروا ما بعرف يعني هيدا وفقنا فيهم وفقنا فيهم هذا الموسم تسال حالك الي رح نروح مش من زمان كان عيد البطركس فير نعم بدنا نعيده بنقول له الله يطول بعمرك سيدنا بس البطركس فير انه اكيد هو عم يكبر بالعمر وشكله عبده الحلو عم بيضيع
ما كان بدي كل شيء ما بدي اقول عم يخرف يعني خلينا اول شيء بدنا نقول هابي بيرثدي لمار نصر الله بطرس الراعي لمار نصر الله بطرس الراعي سنه 90 قوية كثير صورة جعرر خلص مار نصر الله بطرس الراعي بالتالي ريبون انا عولة كاميرامان انه هيدا الفرن اذا بتشتريه بتشوف حالك فيه انه الغساله بتبيض لك وجهك بس هيدا الفرن بتشوف حالك فيه قام اقتنع واشترى خلينا نروح نشوف مشاهدينا بنرجع لمتابعه صفحيتنا نحن وياكم يا حول الفرن هلا انضموا لنا ويا حول كاميرامان لا مش مهضوم؟ ملا مهضوم سبتيل ليه ما بدي اشوف قنيني هيدا معلم؟ شايف عطوان أنا حلوين والله بتجيب مجال تسمح لي انتقم؟ تسمح لي انتقم عن كل هالسنين؟ بدي اعطيك قناني كمل كمل يلا شايف عطوان؟ يعني هذا الفيديو مفسرين فيه كل شيء بدي اجيب واحدة حدا يعطيني وحدة خلص هلا لا لا خلص كمل كمل شاف عطوان شاف عطوان ولا ولا شو فيه شاف عطوان انتقموني 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 ايه 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 جيبوا لنا واحدة يلا شاف عطوان شاف عطوان انت توصل مش عطوان شاف عطوان لكن مفسرين كل شيء بالفيديو يعني عن جد كل اللي بدي احكي عنه مفسر يعني اذا عن جد بدي افسركم عنه بدي اجيب صورته بقى يعني شو بدي ابقى اجيب صورته اذا بدي افسركم عنه اكثر كل شيء مفسر بالفيديو خلينا نشوفه تاني هي نوع من بعد فيه؟ الثاني ايه؟ بعد عندي بعد عندي فيديوين كان في لاعب باسكت ليك مالا اكستنشن كان في لاعب باسكت عم بياخذوا منه انترفيو وما عم بيسمع البنت اللي عم تاخذ منه انترفيو ما عم بيسمع بدي اقول له انه لو بيشيلوا من دينته كان سمع شو؟ اذا بيشيلوا من دينته كان سمع شو عم تساله؟ خلينا رح نشوف يا الله Position. This is true, but we still believe in ourselves and we prepare good for this game. So I expect much better game than the hours before. So I expect to win. منيحة بعد في آخر فيديو. بعد في آخر فيديو. إيه خلاص خلينا نحطه لأنه. يلا حطه. يلا هذا آخر فيديو. شو صار؟ وقصة البابا شو صار فيها؟ البابا بلبنان صار. شو؟ بلبنان؟ البابا بلبنان؟ مين قال لك انه البابا بلبنان؟ انت شو عم تحكي امير؟ البابا بلبنان؟ اذا هذا هو بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر يحل الجماهير التي تصف حتى تصل شكرا كثير لي سليمان جود مورنينج سليمان هذا هو لي سليمان شكرا كثير لي سليمان شكرا لكل الاشخاص اللي بيشتغلوا على الرادار شكرا كثير كبير لمارو سليمان اللي تعب كثير على هيدي الفتره شكرا لسامر سركيس وكل الريسيرشرز اللي بيشتغلوا معنا فعلا اشتغلوا كل هالسنه مايا تانو ساندرا اسكي احمد كراكيرا جويا سعد مونيكا الياس رنا طباره سالي فرحات بسام بيطار جانا جردلي انجي ديك نانسي الشيخ صدى حجازي شيرين منصور واسعد حوا كلهم قعدوا وحضروا التلفزيون 24 ساعه على 24 ساعه شكرا كثير لكم رامي عيش العمى بقلبه شو بكرهه يا زلمه معروف عنك انه ما بتكذب ابدا معروف عنك ما بتكذب ابدا شي مره حطوا لك لاي ديتكتور لا إذا حطينا لك لاي ديتكتور وطرحنا عليك عدد من الأسئلة يلا مستعد تجاوب؟ يلا أكيد وإذا قعدناك على الهوت سيت شو هو الهوت سيت هذا؟ بتحب تكتشف شو الهوت سيت؟ إيه أنتوا كمان فيكم تكتشفوا شو الهوت سيت مش هلا دغري مع البريك